مقهورة عايشين عيشة مقهورة عايشين عيشة مقهورة. فاليوم هو كنخلدوا اليوم العالمي أو اليوم الدولي لمحاربة الفقر، فكتعرفوا بأن العالم اليوم كله كيعيش ظروف ديال كوفيد 19، فبطبيعة الحال هناك تأثير على جميع الدول، ولكن الدول المتخلفة والضعيفة كنشوفوا على أن هناك تأثير كبير. وبالنسبة لنا حنا خرجنا اليوم في مراكش باش نسجلوا الاحتجاج ديالنا ضد الحكومة والدولة المغربية، نظرا للأوضاع اللي كيعيشوها المواطنات والمواطنين في مدينة مراكش محليا على المستوى الوطني. فنسبة الفقر ارتفعت بشكل كبير، هي كانت دائما كان نسبة الفقر، ولكن اليوم ارتفعت بنسبة كبيرة نظرا لأن الدولة والحكومة الممثلة ديالها غير قادرة على تدبير هذه المرحلة. فدائما عمرهم كانوا قادرين، ما كانش عندهم رؤية للأزمة حتى في الظروف العادية، فما بالك اليوم اللي كنعيشوا ظروف ديال كوفيد 19. هناك انهيار ديال المنظومة الصحية، كذلك على المستوى التعليمي هناك ارتباك كبير. الوزارة قادرة تدبر المرحلة ولا المسؤولين على المستوى ديال القطاع. الحكومة ما عندهاش رؤية كي قلت من قبل، وهناك خدينا وضعية ديال مراكش، فكتعرفوا مراكش بأن كانوا كيعتمدوا أصلا على السياحة، القطاع السياحي تقريبا هو اللي كيرفع معدل النمو ديال مراكش، ولكن اللي تبين بأن كل أزمة وقت ما جات أي أزمة كتنهار السياحة، كتنهار مع مدينة مراكش، ولذا كتبقى هذيك هي الحلول الترقيعية. أما السياحة فكنظن ما تبنيهاش بالشكل الصحيح اللي خصها تبنى عليه في مدينة مراكش. دونك هناك اليوم عطلة كبيرة، تقريبا كل شيء الزوطيل كل شيء معطل، الشيخ غيلة إلى غير ذلك، صحاب التاكسيات الكل تقريبا. هناك انهيار ديال مدينة مراكش الآن. الخطير في الأمر هو اليوم مع هذه الأزمة هذه، في الوقت اللي كان على الدولة تفكر في الحلول باش يمكن تحل هذه الإشكالية هذه، كانوا وجدوها يلا بغات تستغل هذا الظرف هذا باش تمرر قوانين اللي خطيرة، مثلا قانون ديال الإضراب اللي بغات تمرره، خصها حنا كنددو خصو يوقف خصوش يدوز. كاين ثاني الامتياز اللي غيعطيو الشركات باش يبداو يسرحوا في العمال والعاملات، سجلنا بان بان اغلب العمال والعاملات غير مسجلين في لاسينيسيس، اذا كلهم ما عندهمش تعويض. دونك بان بان الباترونا غير مواطنه، حقيقه ان الباترونا عندنا هنا غير مواطنه، والدوله ما غباش تقوم بالواجب ديالها وتفرض عليهم وتفرض عقوبات على الباترونا. كذلك سيحملون الموظفون المشكل ديال الصندوق المغربي للتقاعد والصناديق كلها، اذا افرغت فخصهم يراجعوا الحساب ويشوفوا شكون اللي خدا هذيك الفلوس ديال الصناديق. هذه من الحويجات اللي ممكن نتكلم عليها، ولكن نقول الى يومنا هذا راه الساكنه تعاني والازمه غاديه وكتكبر قبل ما تكون الجائحه، ولكن اليوم بتواجد الجائحه الازمه كبرت بزاف. وكنظن ان الامور يجب على كل مسؤولين يتحملوا المسؤوليه ديالهم لانقاذ مدينه مراكش وانقاذ الناس من الفقر اللي كيعيشوه الان. فيكفي انك دير غير جوله في مدينه مراكش غتشوف العدد الكبير ديال الناس اللي كيسعاو واللي كيطلبوا واللي ما عندهمش لا ما ياكلوا الى غير ذلك، ما عندهمش دخل قار. كنظن حتى التغطيه الصحيه ما كاينش عند المغاربه كلهم. اولا كنحييو انفاس بريس على الحضور ديالها وباسم الجبهه الاجتماعيه المحليه بمراكش اللي كتضم الهيئات السياسيه والحقوقيه والنقابيه. كنخلدوا اليوم الدولي لمحاربه الفقر، وبهذه المناسبه كندينوا الاختلالات اللي كيعرفها الوضع المحلي بمراكش
بخصوص ان الفقر تجاوز الحد المسموح به على اي قطاع السياحه في مراكش راه اليوم كي في الدرجه الصفر، وقطاعات اخرى غير مهيكله في الدرجه الصفر، والقطاعات اللي موازيه القطاع السياحه بازارات اسواق فنادق كلها راه كتعيش الازمه. ناهيك على الوضع الاجتماعي اللي كنعيشوه في مراكش في ظل حصار غير معلن على اين. نحن اليوم نخلد هذا اليوم الدولي، وتحيه لجريدتكم الالكترونيه انفاس بريس، تحياتي.